مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم في نشرة السابعة من الفضائيات التشادية. شارك فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في مؤتمر حل الأزمة الليبية الذي احتضنته باريس العاصمة الفرنسية، حيث اتفق المشاركون فيه بأن 10 ديسمبر القادم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ذاك البلد، وإنهاء الفوضى التي تشهده ليبيا والتي بدأت تهدد أوروبا والساحل الإفريقي. تقرير رشاد حسن طه. أكثر من 20 دولة اجتمعوا بباريس العاصمة الفرنسية بغرض مساعدة الفرقاء الليبيين لحل أزمتهم التي أرقتهم وأتعبت المجتمع الدولي. هؤلاء الزعماء جاءوا جميعا بصوت ورؤية واحدة للبحث عن حل جذري لهذه الأزمة. الاجتماع جمع ولأول مرة مختلف الفصائل الليبية المتنازعة وحكومة الوفاق الوطني. ومنذ بدء الأزمة الليبية فقد قام فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بزيارة عدد من عواصم الدول المهتمة بالأزمة الليبية، وذلك بهدف السعي لاستتباب الأمن واستقرار ليبيا، وتحديدا باريس الذي جاء إليها للمرة الثانية لنفس الغرض، ليشارك فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في هذا المؤتمر الدولي الساعي لحل الأزمة الليبية. مؤتمر حل الأزمة الليبية الذي احتضنته باريس العاصمة الفرنسية بمشاركة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو حضرته الفصائل الليبية كلها عسكرية وسياسية، كرئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والقائد العام للقوات الليبية اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بالإضافة إلى عقيل صالح رئيس البرلمان الليبي وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة. المؤتمر شارك فيه 4 رؤساء دولة إفريقية، 3 منهم من دول الجوار الليبي، حيث فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والرئيس النيجيري محمد يوسف والتونسي باجي قايد السبسي، بالإضافة إلى الرئيس الكونغولي دانيسا سينغيسو باعتباره رئيس لجنة بعثة الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، وغسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا. هذا المؤتمر الذي افتتحه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قال فيه إن استقرار ليبيا هو استقرار إفريقيا الشمالية والساحلية وشأننا جميعا، فيجب علينا السعي من أجل استتباب أمنها وبسط استقرارها. كما شارك في المؤتمر عدد من ممثلي الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وخلال المؤتمر اتفق المشاركون بأن 10 ديسمبر القادم موعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تلك الدولة وإنهاء الفوضى التي لا زالت تشهدها ليبيا والتي بدأت تهدد أوروبا والساحل الأفريقي. هذا وقد توج اليوم الختامي للمؤتمر ببيان ختامي، نستمع إلى الملخص بترجمة الزميل الحبيب حامد. تفكيرا بالتزام المجتمع الدولي بدعم الأمن والاستقرار في ليبيا، وتفكيرا بأنه لا يمكن أن يستمر الوضع السياسي والأمن الراهن على ما هو عليه، وتفكيرا بالنداء الدوري الذي أطلقه الليبيون كافة من أجل إجراء انتخابات شاملة وسلمية وتتحلى بالمصداقية، وتماشيا مع الاتفاق السياسي الليبي المؤرخ بتاريخ 17 ديسمبر 2015، وتماشيا مع خارطة الطريق السياسية الشاملة التي طرحت في الأمم المتحدة في 20 سبتمبر 2017، والتي حظيت بتأييد المجتمع الدولي وفي إطار العملية السياسية التي يقودها الليبيون دون سواهم والمشاركة الكاملة لجميع الأطراف الليبية. قد تعهد الليبيون بتاريخ 19 مايو 2018 في العاصمة الفرنسية باريس وبرعاية من الأمم المتحدة وبحضور مكثف من المجتمع الدولي على الآتي: إجراءات انتخابات سلمية تتحلى بالمصداقية وتتحلى بنتائج نزيهة وشفافة برعاية الأمم المتحدة في شهر ديسمبر 2018 بناء على الاتفاق المبدئي بين الليبيين. الإقرار بوضع دستوري موحد برعاية من مبعوث الأمم المتحدة والذي تبنى عليه كل القواعد للدولة الليبية الحديثة، وإجراء انتخابات دستورية وتشريعية ورئاسية بالتوافق مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب واللجنة الانتخابية العليا
بناء على هذا الصدد اتفق الطرفان على وضع هذا الأساس القانوني، وأيضا اتفقوا على القانون الانتخابي ابتداء من هذا التاريخ حتى 16 ديسمبر عام 2018، وكذلك إجراء الانتخابات الرئاسية في 10 ديسمبر عام 2018 بالاتفاق مع مختلف الأطراف الليبية. الالتزام السريع بنتائج هذه الانتخابات التي ستقدم إلى مجلس الأمم المتحدة للمصادقة عليه. صادق نواب الجمعية الوطنية على مشروع قانون يقضي بتخويل رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية القرض المتعلق بتمويل مشروع الطاقة الشمسية للتنمية الريفية الموقع عليه في شهر مايو من العام الماضي بين تشاد والبنك الإسلامي للتنمية. ترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي. تقرير لدى زميل عز الدين. متابعة لسلسلة المشروعات التنموية المطروحة في الجمعية الوطنية للمصادقة عليها، فقد صادق النواب صباح اليوم على مشروع قانون يقضي باعتماد الأمر رقم 003 الصادر بتاريخ 21 من شهر فبراير للعام الجاري، والذي يخول رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية القرض المتعلقة بتمويل مشروع الطاقة الشمسية للتنمية الريفية. الاتفاقية الموقع عليها في شهر مايو من العام المنقضي بالمملكة العربية السعودية بين الحكومة التشادية والبنك الإسلامي للتنمية تهدف إلى دعم برامج التنمية من خلال توفير كهرباء يمكن الاعتماد عليها وبأسعار معقولة لسكان الريف على طريق تكرى ومندلية جنوب العاصمة لتحسين ظروفهم بفضل تطوير الأنشطة الاقتصادية المحلية مثل الزراعة والثروة الحيوانية. كما يسهم المشروع في زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء في مختلف المناطق المحيطة بالعاصمة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 36%، وعلى المستوى الوطني بنسبة تراوح 4 إلى 5.5% بحلول العام 25 و2000. وبعد نقاش مستفيض بين نواب الجمعية الوطنية، برر وزير البترول والطاقة بوكر ميشيل ووزير الاقتصاد والتخطيط التنموي عيسى دوبرين المشروع على أنه محفز لباقي القطاعات سيما قطاعي البنية التحتية والصناعة، وأن السياسة الوحيدة والفعالة التي يمكن الاعتماد عليها هي تلك التي ترتكز على تنويع مصادر الطاقة. كما أثير على هامش الجلسة موضوع الشركة الوطنية للكهرباء التي تمادت في قطع التيار الكهربائي طيلة الأشهر والأسابيع الماضية، ونشد النواب بضرورة وضع حد لهذه الممارسة، هذا ونظرا لحاجة البلاد الملحة إلى طاقة قوية وبديلة. أجمع النواب بالمصادقة على المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية ما يربو 23 مليون دولار أمريكي. قامت صباح اليوم وزيرة الزراعة والإنتاج الزراعي ليدي بياسمدة بزيارة إلى المشروع الزراعي الذي نظمته الحكومة بقرية جمين فارح، وذلك بهدف معرفة سير أعمال هذا المشروع. تفاصيل أوفى في تقرير آدم حنفي فاضل. زيارة وزيرة الزراعة والإنتاج والري والمعدات الزراعية ليدي بياسمدة إلى منطقة جمينة فارة هي زيارة تفقدية، والهدف منها هو معرفة مدى أعمال المشروع الزراعي الذي نظمته الحكومة بقرية جمينة فارة. المشروع غني بسعته وجودة تربته، وصفه الأخصائيون بأنه الجيد، حيث دخلت الوزيرة إلى صالة الخرائط لهذا المشروع التي توضح أهميته جغرافيا وصلاحية الأرض فيه. كما أن هذا المشروع من المعتقد أن يتم تصليح 10,000 هكتار، لكن المهندسين الذين يعملون في صيانته أكدوا للوزيرة بأن المساحة الصالحة للزراعة الآن هي تقدر ب80 هكتار، ومن المقرر أن يتم تصليح 400 هكتار في هذا العام. وزيرة الزراعة والإنتاج والري والمعدات الزراعية تحدثت عن أهمية هذه الزيارة، وقالت أن هذا المشروع أسس من أجل توفير الأمن الغذائي بمنطقة أنجمين فارة وضواحيها. espace aménagé alfin jamena fara da gairo o asada chifna da juin fin de juin 2018 tamanin hectare dais kotit ishufu kikef nas ishulu hectare dolda awin yalgo 30% min espace aménagé da ana djitini da lisama chifta awindo. ويشار إلى أن سكان قرية جمين فارة يبلغ عددهم 3,700 نسمة بالإضافة إلى 13 قرية بضواحيها. كما دعت الوزيرة ممثلي السكان بضرورة التنظيم أثناء تقسيم هذه الأرض للمزارعين، والأرض لمن يزرعها والبيت لساكنه.
افتتح صباح اليوم وزير التربية الوطنية وترقية المواطن الدكتور أبو بكر الصديق الشرومة أعمال ورشة المصادقة على السياسة الوطنية للمناهج، كان ذلك بحضور عدد من فني الوزارة. تفاصيل محمد السليكة وقراءة ياسر محمد. هذه الورشة التي نظمها المركز الوطني للمناهج بالتعاون مع مشروع دعم القطاع التعليمي بتشاد حول المصادقة على السياسة الوطنية للمناهج المدرسية، تهدف هذه الورشة إلى تحسين جودة التعليم بالبلاد وكذا تمكين التلاميذ بالحصول على الكتب بنوعية جيدة وأسعار رخيصة. وخلال كلمته الترحيبية المدير العام للمركز الوطني للمناهج دكتور ألي كوري رحب بالحضور وقال بأن المدارس التشادية عانت وما زالت تعاني من نقص الكتب المدرسية، وقد تكفلت الحكومة منذ تأسيس هذا المركز عام 2003 بمهمة وضع المناهج وإعداد الكتب التي تتماشى مع واقع المجتمع التشادي. منذ فترة تشاد لم تكن لها سياسة وطنية للكتاب المدرسي، فقررت الوزارة أن تكون هناك لجنة فنية لوضع مشروع خاص بالسياسة الوطنية لكتاب المدرسة، وهذا المشروع يحمل فتياته بعض النقاط المهمة، منها كيفية وصول إلى كتاب مدرسي بنوعية جيدة وبثمن أرخص. وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة الدكتور أبو بكر الصديق شرومة قال إن الحكومة وشركائها ما زالوا يبذلون المزيد من الجهود من أجل توفير الكتب وإعداد المناهج المدرسية، وذلك لتحسين وتقوية مستوى الطالب التشادي، كما طلب من المشاركين الخروج بنتائج واستراتيجيات تساهم في رفع كفاءة الطلاب وتحقيق رؤية السلطات العليا في تطوير القطاع التعليمي بالبلاد، علما بأن هذه الورشة ستستمر لمدة 3 أيام كاملة. قام صباح اليوم وزير الصحة العام عزيز محمد صالح بزيارة إلى النهضة وذلك بهدف تسليم جهاز إجراء عمليات العيون، كان ذلك برفقة السفير الفرنسي لدى البلاد فيليب لاكوس. تفاصيل حسب الكريم محمد. مواكبة التقدم في المجال الصحي يشترط ربطه بالمعدات والموارد البشرية، خطوة جديدة كشفت عنها زيارة وزير الصحة العامة لمستشفى النهضة. الزيارة أعلنت عن استلام المستشفى لجهاز جديد يستخدم الليزر في إجراء العمليات الجراحية بالعيون، تحديدا إزالة المياه البيضاء ما يعرف بالكترك. وخلال الزيارة استمع الوزير والوفد المرافق له لشروحات مفصلة عن آلية عمل الجهاز، والذي وعلى حسب جهة الاختصاص قادر لإجراء 300 عملية جراحية خلال شهر واحد، ليقوم الوزير والوفد المرافق له بعدها بزيارة إلى مختلف الأقسام بالمستشفى والتي شملت قسم الجراحة العامة والإنعاش وغيرها، ليصرح الوزير عقب ذلك عن الزيارة. واليوم زي ما شفتوا الافتتاح اليوم لمكنة جديدة جابوها في المستشفى، هي ما تخص الشجهن الكاتركت. العملية هي تكون بلازير، وفي اليوم بس خلاص بملك العملية وتمرق. زي ما كلكم تعرفوا في أخوانكم في بيوتكم عندنا أكثر من تشاهدين وحدين بمشوا في الخارج، بمشوا كامرون، بمشوا مراب، بمشوا كسري لعملية كاتراكت، وعندنا طبعا عمليات بجن من برا اللي شافوا ده كلها من هنا قدام من الأسبوع الجاية هو المفتوح لكل التشاهدين. وتبقى الصحة تاج في رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. دائما في مجال الصحة، حيث قدم صباح اليوم ممثل منظمة الصحة العالمية في جان بوسكو بيانا صحفيا تطرق فيه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي بدون التبغ، إليكم مقطع من حديثه بترجمة عبد القادر هارون. لا جورني مونديال سان تابا 2018 اتاكسي سور امباكت دو تابا سور لا سانتي كارديوفاسكولير دي بوبولاسيون. إن اليوم العالمي لمكافحة التدخين نسخة 2018 يهدف إلى توعية المجتمعات في العالم حول خطورة التدخين وخاصة فئة الشباب، إذ أن التدخين له الكثير من السلبيات الصحية كأمراض الرئة مثلا، بالإضافة إلى مشاكل أخرى في الجانب الاقتصادي والصحي. وأننا من خلال هذا اليوم العالمي للتدخين سنقوم بتقديم إرشادات تسهم في الابتعاد عن التدخين ومحاولة تجنب الأسباب المؤدية إلى الموت بسبب التدخين. وفي تشاد أن نسبة المدخنين من العنصر الرجالي 20.22%
أما نسبة النساء 1.2%. ومن أجل الحفاظ على صحة الشعب التشادي والنمو الاقتصادي، أن حكومة جمهورية تشاد قد أعطت أهمية كبرى للنضال من أجل مكافحة التدخين، وأن الاحتفال بهذا اليوم مما جعل تشاد أن تكون من الدول التي وقعت على البروتوكولات الدولية لمنع التدخين. أطلق المستثمر الفرنسي إيريكا مارتين رسميا أنشطته بمكتبه الخاص بتطوير المجال الزراعي في تشاد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بفندق ميريدين الشاري. تفاصيل لدى زميل حسن جد عمر. عقب مشاركته في الطاولة المستديرة لحشد الموارد للبلاد التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس في شهر سبتمبر من العام الماضي وتنفيذا للخطة الوطنية للتنمية، جاء المستثمر الفرنسي إيريك مارتين إلى البلاد بهدف فتح فرص الاستثمار في مجال الزراعة وتطوير مجال البذور الزراعية، وذلك عبر هذا المؤتمر الصحفي الذي أطلق فيه رسميا أنشطة فريق مكتبه المسمى استرا ام حاج. فريق مكون من 4 أعضاء يقومون بمزاولة الأعمال من أجل تنمية اجتماعية آمنة لجميع العاملين في القطاع الزراعي، ذلك بعد دراسة ميدانية لحالة المزارعين وكذا معرفة المساحات الزراعية الواسعة التي تمتلكها البلاد. وقد استهدفت الدراسة الميدانية التي قام بها أعضاء المكتب بعيد مجيئهم إلى البلاد وإجراء دراسات ميدانية في كل من موندو ودوبا، وقد اتضح من خلال مداخلة المؤتمر بأن هذا المشروع يقوم بإحضار البذور المحصنة لمن يهمهم الأمر. ننتقل وإياكم إلى الإقاليم، بأن القمة المصغرة التي انعقدت بمدينة أم حجر حاضرة مقاطعة البطحة الشرقية والتي حضرها 6 من حكام الأقاليم انتهت ببيان تلاه حاكم إقليم والداي آدم فورتي أحمد، ونتابع نص من هذا البيان بترجمة الزميل محمد طاهر جبرين الحر. بعد المداولات المستفيضة بين الحكام المجتمعين تم اتخاذ القرارات التالية: مطالبة كل المنظمات غير الحكومية العاملة بأقاليمنا باصطحاب الحماية العسكرية في كل تنقلات أفرادها، تحديد مناطق استراتيجية بين الأقاليم المتجاورة لتكثيف الاستخبارات بناء على التعاون بين أقسام المخابرات بهذه الأقاليم وصولا إلى تفكيك الشبكات الإجرامية، إنشاء إطار لتبادل الأخبار والمعلومات بين حكام الأقاليم المتجاورة من جهة وبين القادة العسكريين والأمنيين من جهة أخرى، إشراك المواطنين قادة الرأي القادة الدينيين والسلطات التقليدية في هذا العمل، إنشاء قوة عسكرية مشتركة لمكافحة المجرمين وقطاع الطرق، وتكون قيادة هذه القوة دورية بين الأقاليم بعد كل 6 أشهر، ادخار مخزون من البنزين خاص بالأعمال الأمنية والعسكرية، إرسال كل قطاع الطرق إلى سجن كوروتورو وذلك بعد إدانتهم، عقد اجتماعات دورية بين حكام الأقاليم كل 4 أشهر، المطالبة من شركتي الهاتف النقال تيغو وإيرتيل بضرورة تغطية كل المناطق بشبكات الاتصال، منح القوات المشتركة ما بين الأقاليم الوسائل والإمكانيات الكافية للقيام بمهامها، إنشاء مجموعة عمل وتشاور بين حكام 9 أقاليم، محاربة ظاهرة تسفير الأطفال إلى ليبيا، وأخيرا دعم قوات الجمارك في سعيها لمكافحة التهريب. الموقعون: حاكم إقليم البطحة علي آدم عبد الله، حاكم إقليم والداي آدم فورتي أمادو، حاكم إقليم حجر لميس أبو بكر جبريل أبو بكر، حاكم إقليم جيرا محمد علي حسن، حاكم إقليم سيلة رمضان إردبو، والأمين العام لإقليم السلامات مختار نقربي تمالباي. في أم هاجر 28 مايو 2018. ترأس مؤخرا حاكم إقليم شرق الأوسط يوسف مبادومبامي حفل تنصيب مدعي الجمهورية الجديدة لمدينة سار، جرت المناسبة بحضور السلطات الإدارية والعسكرية والتقليدية لمدينة سار. تفاصيل لدى زميلة عائشة أحمد دوقي. جرى مؤخرا حفل تنصيب مدعي الجمهورية لدى محكمة مدينة سار حاضرة إقليم شرق الأوسط عبدالله يونو جونو،
وذلك بحضور حاكم الإقليم يوسف أمبدو مبامي. هذا وقد تم بموجب المرسوم الرئاسي 1176 الصادر بالتاريخ 30 من أبريل لعام 2018، حيث طلبت رئيسة المحكمة من المدعي الجديد أن يقوم بتقديم التعهدات والنية الصادقة للعمل دون انهياز. كما طلبت الرئيسة من مدعي الجمهورية السابق عبد الرحمن باشا بعرض وتقديم الحصيلة الشاملة للفترة التي قضاها منذ توليه المحكمة، وخلال ذلك شهدت المناسبة فقرة التعارف على المدعي الجديد أمام السلطات الإدارية والعسكرية والذي عين على رأس المحكمة وفق متطلبات الجمهورية الرابعة التي جاءت ميلادها من قبل مبادرة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. نبقى دائما في الأقاليم، حيث نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي عبر إدارة التخطيط والدراسات المستقبلية نظمت ورشة تدريبية لصالح مواطني مدينة دوبا حاضرة إقليم لوغون الغربي، وذلك بهدف تطبيق أعمال الأنشطة الوطنية للتنمية. خليل حسن صالح وتفاصيل أوفى. يأتي تنظيم هذه الدورة الإقليمية المتعلقة بتطبيق مخرجات الخطط الوطنية للتنمية بهدف حشد الموارد المحلية بالأقاليم وتوعية المواطنين لمعرفة المستندات الخاصة برؤية 2030 والخطة الوطنية للتنمية لعام 2017-2021، وذلك من خلال تنوير الشركاء المحليين وإخطارهم بالدور الهام الذي يلعبونه في تحقيق التنمية المستدامة. مدير التخطيط والدراسات المستقبلية بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي أدم توغوي قال إن البلاد بدأت بتطبيق مخرجات الطاولة المستديرة منذ فترة، وهذه الدورة ما هي إلا تمديدا لتلك البادرة وتقوية الكفاءات الخاصة بكل الجهات المعنية بالتنمية لتهيئة المناخ أمام تحقيق هذه الأهداف. افتتح أعمال الدورة الأمين العام لإقليم لوغون الغربي أدم أدمي يوسف مشيرا إلى أهمية هذه الدورة لمواطني مدينة دوبا، حاسا إياهم على الأخذ بعين الاعتبار كل ما يقدم لهم خلال أيام الدورة. وصلت بعثة وزارة العدل إلى مدينة دوبا لتقصي الحقائق الميدانية هناك التي جرت بين حاكم إقليم لوغون الشرقي بشأن قضية عمار جوجة المتهم ببعض المخالفات القانونية. تقرير عبد الله هارون برما. وصلت بعثة وزارة العدل بقيادة ليمانجي سنغار المفتش العام بوزارة العدل إلى مدينة دوبا، وذلك بغرض التعرف على ملابسات الحادثة التي جرت بين قضاة المنطقة بشأن قضية عمار كوتشي المتهم ببعض المخالفات القانونية بحسب آراء بعض مواطني المنطقة. زرقينا هسا شغل الأمل وفوقنا ده هكما كلمة قادة هكما كل بيجة مثل جسيس ده أننا ودرنا لس ولا بقر ولا يال إيدي دي أمس فوق إيد الضحية الجروب حقه من الفريق بس مرقوا لي حمد تكر من ناسا انا قطع ايدي وانا مظلوم مرتين هنا ما ضيع الشاديين اللي امروا مقاجي. ياتي ذلك بعد اطلاق سراحه من السجن من قبل قضاة المنطقه مما ادى الى حدوث مشكله بين الاداريين وسكان الاقليم، الامر الذي دفع الوزاره إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق الميدانية هناك. وبعيد وصول بعثة الوزارة حيث التقت بالمسؤولين وناقشوا معهم الجوانب المتعلقة بالقضية، وبعد مناقشات مطولة جرت بين الطرفين أفضى إلى إرجاء المتهم إلى السجن رسميا لتتضح القضية، وذلك بحسب ما طلبه حاكم الإقليم آدم نكشاف الدين. عودة إلى العاصمة التشادية، هناك ظاهرة خطيرة مر بالأمن العام للمواطن وبالاقتصاد القومي، وهي بيع المواد البترولية على الطرقات العامة بدون صفة قانونية. تفاصيل لدى الزميل آدم أحمد. إن مسألة بيع المواد البترولية المهربة والغير قانونية على الطرقات العامة للعاصمة إنجمينة باتت تشغل الحكومة والشعب. السؤال المطروح، هل هؤلاء الباعة دفعتهم الظروف الاقتصادية للقيام بذلك، أم أن سعر الليتر للبترول أجبر المستهلكين للتوجه لهؤلاء؟ رغم عدم صلاحية هذه المواد للاستخدام تجدهم في الطرقات العامة في الميادين وحتى توصيل للمنازل، فطرق حمله وبيعه غير صحيحة. فقد أصدرت البلدية مؤخرا قرار بمنع ذلك نظرا لخطورته على الأمن العام وعدم صلاحيته،
فدخوله بالطرق الغير شرعية يضر بالشركات الوطنية التي تدفع الضرائب للدولة. جاي بلوكي تاكس على الحكومة. إن ده تاكس ما في وضرائب كل ما جاي كفو بيكون أنا جرماي ده جاي كفو تاكس. طلب من ناس من الحكومة ده يا تقول يقوم بأهمية جا يسير خدمة هكا. ما نرجو رئيس الجمهورية لما لآخر نقطة هو يقول أنا يلا دارو دين قبل دارو ما زي ده يا تقول يقوم يسير خدمة هكا. تبدو أن عملية بيع المواد البترولية المهربة مستمرة، وأصبح الباعة على الطرقات متجولون لتفادي الاحتكاك مع شرطة البلدية، وعادة المحطات الرسمية لبيع المواد البترولية تفقد زبائنها، وهذا ما لا يحمل عقباه لا للدولة ولا لواجهة المدينة. أنينا لصل شقم البنزين ده جينا في النقطة الأخير نكتب برافي ونمشي في المتير دينا غصا دين استاسيون انجمانا ده كله سوق هنام دالا تيد من 20% 80% ده كله بيجي ما في خلاص نازل كله قاعدة في شارع نادي واحد اثنين كونسان وتير نام دالا يا جايجو 20% بس جايجو في استاسيون كما كي 80% ده كله قبل الشوارع لو قبل ما نسود استاسيون انانا لي ما نسود جرمايا لي ما ندارو ننقصوا اقتصادنا الدولة ده نطلب من ومالا حكومة يشيلوا مسؤولياتهم ليلقوا لنا حل الأخير. فرغم الجهود التي بذلتها الدولة لضمان الاكتفاء الذاتي من هذه المواد إلا أن ظاهرة دخول المواد البترولية ما زالت مستمرة، فهي تضر بالاقتصاد القومي وتمثل خطر على المواطن. فما هو موقف جمعية المستهلكين؟ عشان الناس الآن قاعدين في راس الموتو وقاعدين في الوتائر، الوتائر قاعدين بيدخنوا جاي والناس عندهم السيدة، يعني دي الإسبلوزيون خطيرة زيادة للي يطول أمن هنا الشعب بصفة عامة. وألم سيء البرودي دي جاي ذاتك ما عنده كاليتيا قمان عرفوا جاي من وين ذاتك، يعني للموتور أنا العربات دول كله عنده فوق درر كتير. شنو جاب سبب ناس بيجيبوا من برا عشان الزياده انا الاسعار انا التاكس دول في الكربيران، واجب في برودي مهم مثل الكربيران ده حكومه تريفوار بوليتيك انا الفيسكاليتي في بخصوص للبنزين ده، عشان جنبنا في بلد جات سيفونسيوني بالاكثر وفوضى كتير، وده اكيد يعني شيء ده بيسبب خطوره للاقتصاد. انا البلد ذاته واجب يعني الشيء ده وزاره التجاره وزاره الماليه بيشولوا همتهم عشان بتدهروا بتهروا الشيء ده ما يدخل وبسوء القاي في تشاد يصنع في تشاد كان يكون سهل للمستهلكين. الحالة تستدعي تضافر الجهود من الجميع سواء المستهلكين أو الباعة. قدم صباح اليوم رئيس الشبكة الوطنية للأشخاص المعاقين في تشاد قلمي موسى عبد الرحمن حديثا صحفيا حول مخرجات المنتدى الوطني الشامل وميلاد الجمهورية الرابعة. إليكم جزء من حديثه بميكروفون عبد الله إبراهيم شرف الدين. إن الشبكة الوطنية للأشخاص المعاقين في تشاد قد انقرضت منذ فترة طويلة في العمل من أجل رفع الكفاءة والتوية بحقوق الأشخاص المعاقين في بلدنا، وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى الوطني الشامل يوضح مدى إرادة رئيس الدولة لتحسين تشاد، وخصصت الأيام من 25 إلى 26 مارس 2018 لتحليل المواضيع المتعلقة بالمرأة والشباب، وقد حظيت قضية المعاقين مساحة في النقاشات من قبل المشاركين، وقد اتخذت بعض القرارات بشأن الأشخاص المعاقين. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لتوجيه نداء إلى جميع الأشخاص المعاقين للانضمام إلى الشبكة حتى يتمكن جميع المعاقين من توحيد جهودهم لتحقيق الأهداف المشتركة وتذليل العقبات للمعاقين في كافة المجالات الاجتماعية الاقتصادية والثقافية في العالم بصفة عامة وفي تشاد على وجه الخصوص. دينيا، حيث قام صباح اليوم جلالة سلطان مدينة جاما محمد غومبو دونغوس يرافقه عدد من البرلمانيين والشيوخ التقليديين ورجال الدين الإسلامي بالمنطقة وشخصيات إدارية من أبناء كانتون بورنو بجاما. وبعد استقبال الوفد من قبل رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أوضح جلالة سلطان مدينة جاما
محمد غومبو دونغوس بأن زيارتهم ودية وتأتي بهدف تقديم التهنئة لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعد تعيينهم وتكليفهم على إدارة شؤون الجهاز الإسلامي، مؤكدا عن استعداد منطقته للتعاون مع المجلس وفروعه في الأقاليم الوطنية تحقيقا للمصلحة العامة. رياضيا، بخصوص المنح التي قدمت لأربع رياضيين تشاديين في منافسات التضامن، فقد سلط فريق من التلفزيون الضوء على المستفيدين من هذه المنح. تقرير الزميل عباس أبكر مصطفى. أربع منح مقدمة من قبل التضامن الأولمبي للجنة الأولمبية الرياضية التشادية للمشاركة في منافسات التضامن الأولمبي المؤهلة للتصفيات الأولمبية القادمة للعام 2020 بطوكيو اليابانية. الشباب المستفيدون من هذه المنح جميعهم يمارسون مختلف الأنشطة الرياضية، الأول والثانية يمارسان رياضة الجيدو، أما الثالثة تمارس رياضة رمي القوس. فالأول والثانية عيسى وممنلوم سيتلقان تدريباتهما بمركز بيدافاست هنغري لمدة سنتين. سنة ورا الفكاسيون جيز أولمبيك لنمشي سنتر كوا والله فامي دول كل حالو لهم انا كل حالو لي لي كالفيكاسيون 2020 لطوكيو. وفي جانب رياضة رمي القوس حيث استفادت ارتو ماليزيا التي احرزت المرتبة الاولى على مستوى دول الاقاليم والتي خصص لها مبلغ مالي يقدر ب 100,000 من الفرنكات الافريقية شهريا من قبل التضامن الاولمبي، الا انها ستواصل تدريباتها هنا بالعاصمة انجمينا. ومما لا شك بأن نبأ مشاركة الرياضيين يعطي دفعة قوية للفيدرالية التشادية لألعاب الجيدو. جيز أولمبيك سنة 2020 في طوكيو في اليابان، ومن يقول في سنتر عندهم بريز ان شارج توتال يقدروا يحضروا لي كومبيتيسيون دول. كما أن منح التضامن الأولمبي ستخفف للجنة الأولمبية الرياضية التشادية على عديد في ليل ديفاندر الأولمبيسم دا يقولوا هسا اليوم سبورتيف أنا تشاد الأربع ليغو بورسو دا بات من الكونترا دا كان سيين خلاص كان مدول في الكونترا خلاص دا عشان يبقوا همم يعني مشي للأمباسادر هنا الإيماج هنا الكوميتي أولمبيك في دولة وفيل هل يمشوا يقولوا يخدموا فوقا في سنترال غادين دا. لأول مرة يقدم التضامن الأولمبي أربع منح للرياضيين التشاديين، لعله فرص للتأهل في الألعاب الأولمبية القادمة والتي من المقرر ستحتضنها دولة اليابان. مشاهدينا الأفاضل، وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم إلى نهاية النشرة. دمتم بعون الله وحفظه.